تسلم. كما تشوف في الفلوج جاي كما قلت لكم غادي نمشي، واليوم اجي الوقت باش نمشي على اوروبا. اول ما كنتي غادي لاوروبا وما فرحانش، واول ما غتشوفوا شي واحد غادي لاوروبا وما فرحانش، حيت انا اصلا كنت باغي نبقى هنا كما قلت لكم، باغي ندير حوالي نعاود فيلم بها في العيد الكبير، ندير مع الدراري، ندير شحال من حاجه اخرى باغي نديرها مع الدراري، ولكن قدر الله ما شاء فعل خرجني هادشي من الجن ضاغي، خصني ندير ليه الحد ديالو. واش غندير دابا؟ عندي خصني نتسالم مع الدغي ان شاء الله، ونمشي الطريق ان شاء الله باش نمشي لبلجيكا باش نشوف الطريق. اول مره غادي لاوروبا وانا ما حاملش نمشي. الغاز اليوم غادي معايا للمطار، واخا خويت بيه كان غادي يسرح ليا البهيم للعيد. لا غادي نجي الله يسامحك. الله امين. كنا باغي دوز معنا العيد بصح. كنا باغي دوز معنا العيد. وا ان شاء الله لما كان عندي والو غنجي ندوز معاك العيد. وغنمشي نذوق بين الدنيا. انظر شي مصطفى. كاين الدار كاين المهلوك. ان شاء الله. وان شاء الله. عاد تنخليك هدية. رجعت. ليا ما رجعتش اش بغيت تفكرني بها. لا 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 والله تغتاخذها هاي الهديه منك. هز صافي يا مصطفى. انت تقدر معاك تخدم معايا في العيد ياك دابا ان شاء الله. جاب ربي الشيف وما كان والو غنرجع نديرو البعيد. ما جابش ربي الشيفة حل حل جاكيطة، لكن نايك اللي عاجبك السروال ديالو. جيت في عرض النبي رسول الله لا يحفظك. هذه هي اللي غتفكرني بها مصطفى، حمزه غتفكرني ب لا حنا باغيين انت والله اصلا. شو انا داخل الماك ما كان الله يحفظك ويجي لي هذا والله. عطيتيني فلوس العيد وانا نعطيك فلوس ان شاء الله يسهل عليك ربي تمشي على خير ان شاء الله. نصغر فيها نخلي عاد. تجمعي هذه التمكيكه يلا الله يعاون. غيان توحشني يا صاحبي. بونجور لومي عميتي، ما كملتشيكم فلوق البارح، جيت مهلوك عيان، أول مرة غادي نقنط في الطيارة، والله إلا جاي وقعنا يعني جاي ما فرحان ما والو، درت كتير بروغرام وتقلية بروغرام كيما شفتو حتى الدراري يعني، كنا معولين نديرو شي لعيبات في العيد خليتهم خلاص بحال الساحقة، المهم أوصلش، وجيت للدار في بلجيكا. انا نوريكم الدار اللي خديت، وبغيت نشكر الناس اللي خدامين في المطار
الناس اللي كيجيو الناس الحوايج الناس ديال الديوانه البوليس الجماعي تاعك الملكي وكاع الناس اللي تلاقيت معاهم في المطار وبقاو كيدعيو معايا وكنشكر حتى الناس ديال بلجيكا اللي شافوا الله وكيكتبوا ليا بزاف ديال الناس وحدين كنعرفهم وحدين كاع ما كنعرفهم كاع كيقول لي جي عندنا الدار جي حنا نقابلوك جي حنا نديوك وهذا السبب هو اللي خلاني انا نجي هنايا يعني هو بغيت نعيش هاد الشيء بوحدي مبغيتش نمشي لطاليان على حساب ادم ومبغيتش يعني نديرو في المغرب على حساب الدار وبغيت نوضح لكم واحد القضيه ماشي انا جيت لبلجيكا هادشي يعني ان زعما الطب ما كاينش في الطاليان وما كاينش في المغرب كاين تبارك الله في الطاليان طب مزيان كاين في المغرب حتى هو الطب مزيان كاين اطباء زعما تبارك الله واصلين واحد النيفوات عالي بحال اوروبا وكاين ما بغيتش نعيش هاد ستريس وسير ديال التحاليل وتسناهم شي يخرجوا ما بغيتش نعيش مع الناس اللي قابلي والناس اللي يعني كيبغيوني والناس اللي كيخافوا عليا يعني انا مواد الفلوغ عرفت بزاف ديال الحوايج عرفت كيفاش نقول لكم يعني بعد ما غاتش كتكون انت عايش مع الناس وكتحس براسك انت بسيط وسط الناس ولكن بعد هذا المرض عرف انني عندي قيمه كبيره وسط الناس شحال من واحد يعني كاين داك صاحبك اللي كتعيش معاه بزاف ديال الوقت وما كيقدرش شي نهار يقول لك انت وحشاك حتى صاحبي يقدر يقول لك راه كنبغيك صاحبي وكنبغي ديما نكون معاك وديما نعمر معاك من اللي كيشوفك بحال ما هكا مريض كيخرج كاع داك الشيء اللي عنده الداخل ديالو وهادشي اش بغيت نقول لكم تهلاو في صحابكم وتهلاو في والديكم وتهلاو في الناس اللي عزاز عليكم خصوصا والديكم ويعني الناس القراب ليكم يعني جلسوا معاهم وقت كثير بزاف كثر من القياس حيت يقدر يجي واحد الوقت بنادم حتى كيطير كتندم خصوصا الوالدين كتقول علاش ما كنتش كنجلس نتعشى معاهم علاش ما كنتش كنفطر معاهم علاش ما كنخرجش معاهم حيت المرض والموت ما كيعلموش تقدر بين ليله وضحاها حياتك كتقلب يعني قدروا يمشي واش بغيت تعاود داك الوقت فين غتلقاه خصوصا الوالدين كما كنقول لكم الصحاب بزاف ولكن الصحاب تقدر تعوضهم اما والديك ما تقدرش تعوضهم هاي الدنيا ان شاء الله اللي غنكس فيها فيها صالون وكوزينة وبيت النعاس غنكون فيها غدا ان شاء الله شورج بشراير فقاس غنشوف شي واحد اللي كيبيع داك الشي ديال الاتاي ان شاء الله وغنبقى ساكت عليا هنا مكاينه الفقاس واتاي وخاصني ضروري ناكل شي ماكلة صحية حيت طاحت مني 6 كيلو اللي مشاتش مني كانت فيا 72 دابا بقات فيا 66 كيلو خصني ناخد الديسير وشي العيبات اللي يعني يرجعو ليا شوية وخا ما عنديش الشهية ونهار الاثنين ان شاء الله يوم السبت الاثنين ان شاء الله عندي رونديفو مع الدكتور ان شاء الله باش نمشي ندوز عندو وباش مكان الاثنين نقول لكم ان شاء الله ندوز على الطريق نقول لكم مشكل ان شاء الله والله يشافي اي واحد مريض وشكرا كامل على الميساجات ديالكم اسمحوا لي حيت غفلت عليكم ما عنديش الكهنه وحق الله ما تجد باش نهضر مابقاش عندي بزاف ما يمكن ما يكونش بزاف ان شاء الله فراسكم